فقط القراءة. أنت تعيش حياتك في هذه الفترة مع أصدقائك، تفرح وتحتفل وتعيش بملذات الحياة ورفاهيتها، وتحاول استثمار وقتك باللهو والمرح. ولعلك أيضا أنت في علاقة ثلاثية. الرجل المعلق، ترى الحبيب بأنه متعلق بك كثيرا، أو بأنه كثير الشكوى والقلق، أو بأنكم الآن في وضع انفصال أو طلاق، وربما هذا الانفصال لم يتم بشكل نهائي. أجل إنكما في حالة انفصال، هذه محكمة، ربما تكون بينكما محاكم لقضية طلاق ونفقة، أو قضية نفقة أولاد، أو أن الحبيب عنده مشاكل متعلقة بقضية ما، أو بأنه طالب منك العدل، فهو ربما يراك غير عادل معه ولا تعطيه حقه. هذه مكملة لهذه. أجل أنتما احتمال كبير كنتما في زواج، وقد حصل بينكم الانفصال والخروج من هذه العلاقة. فلنرى طاقة القراءة لهذه الفترة. أنت، هذه هي طاقتك، أنت تعيش حياتك لملذاتك الشخصية، واحتمال بأن هذا هو سبب الطلاق أو الفراق، أو أنك غاضب جدا من الحبيب، أو أنك منهمك جدا في عملك، فربما تكون معروف في المجتمع وعملك مع الناس بشكل دائم، أو ممكن أن تكون أنت مكتئب وأنت تخرج من اكتئابك أيضا في اللهو والمرح والانغماس في ملذات الحياة هنا وهنا في الطاقة العامة. فارس السيف، هذا هو طاقة الحبيب. هو يحبك كثيرا وما زال متعلق بك، ولا يوجد بقلبه غيرك، ولكنه يشك بحقيقة مشاعرك نحوه، وهو يريد ببداية جديدة معك وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق، فهو يراقبك ويجمع عنك المعلومات ويسأل عنك الأصدقاء، ويريد أن يعطي هذه العلاقة بينكما فرصة أخرى، ولكن لا يريد أن يظهر لك هذا. فأنت تشعر بأنك لا تريد أن تفتح قلبك للحب مرة ثانية، فأنت هنا متباعد ولا تظهر بأي مشاعر باتجاهه، وإذا كان بينكما أولاد أنت ستحاول أن تعطيه حقوقه وما يتوجب عليك فعله باتجاه هذا الشخص فقط. فأنت في هذه الفترة تشعر بالاكتئاب وتميل إلى الابتعاد والغموض والتخفي، فأنت صامت هذه الفترة، وأنت تحاول أن تعيش حياتك لكي تنسى، كما قلت، لكي تنسى ما حصل معك، وربما تكونان من بلاد مختلفة، وأنت الآن مبتعد، وتحاول أن تختفي عنه لكي لا يعلم عنك شيء. مشاعر الحبيب، يحاول أن يستعيد توازنه النفسي، فهذا الموضوع هزه كثيرا وأثر عليه، أو أنه يحاول أن يستعيد توازنه مع عائلته أيضا إذا كانت عنده عائلة، أو يستعيد توازنه مع عاطفيا وعمليا. نوايا الحبيب هو أنت، نواياه هو أنت، نواياه هو أن يصالحك ويعود إليك ويتقرب منك وينتظرك ويترقب مجيئك إليه، فهو يحبك كثيرا ولا ينوي أن يكون مع أحد غيرك، وهذه خطوته القادمة. هو سينتظر الوقت المناسب للتقرب منك، فإذا أحس بأنك ستعطيه الفرصة سيعود لك بسرعة البرق،
ولن يتردد لحظة، ولكن أنت بالمقدمة بالبداية أنت يجب عليه أن تظهر له قليلا لكي يعلم بحقيقة مشاعرك. هو لا يعلم بالغيب ويخاف أن تصده. مصير هذه العلاقة ستكون مصير سيكون مصير هذه العلاقة هي في وضع الحدود بينكما، فهو سيحاول أن يبقي نفسه متباعد عنك، ولو أنه سيكلمك إلا أنه سيبقي العلاقة ضمن حدود الصداقة، أو إذا كنتما ملتزمين بعمل ما سيبقى بضمن حدود العمل، وإذا كان بينكما أطفال سيقدم ما عليه فقط. نصيحتك لهذه القراءة أن تخرج من الطاقة السلبية إذا كنت تشعر بأنك فيها، وإذا كان هو المجروح، إذا أحسست أنه هو المجروح من هذه العلاقة، حاول إخراجه من هذه الطاقة. وإذا كنت أنت المجروح، حاول استشفاء وعش حياتك، فأنت بذلك تعيده إليك دون أن تدري. شكرا لكم مواليد برج القوس على هذه المتابعة، وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله.